وقفنا عما ورد عن السلف الصالح في التشنيع على من اشتغل بعلم الكلام، وتساءلنا ما حكم من اشتغل بهذا العلم، وما حقيقة ما ورد عن السلف الصالح من التشنيع والتنفير من علم الكلام. ووعدتكم بعون الله عز وجل أن أجيب عن هذا السؤال. الأمر لا يخلو من أمور: أولا، إما أن يكون السلف قد نهوا عن الكلام في العقائد مطلقا، كان صحيحا أو باطلا، وهذا مردود عليهم، فقد ثبت بالأدلة الشرعية وجوب الاشتغال بعلم الكلام، وليس هذا بمرادهم كما سيتضح بإذن الله تعالى. وإما أن يكون النهي واردا على من ابتدع وضل عن طريق أهل السنة والجماعة، فهذا نهي صحيح، وعلى هذا الوجه حمل علماء الأمة النهي والتحذير الذي ورد عن السلف الصالح في التنفير من علم الكلام. السؤال: ما حكم المكلف الذي يشتغل بهذا العلم، وما حكم طالب العلم الذي يشتغل بعلم الكلام؟ قال المحققون من أهل العلم ومن المتمكنين من علوم الشريعة آلة ومقصدة: إطلاق القول بذم علم الكلام أو بحمده في كل حال خطأ. إطلاق القول بذم علم الكلام أو بحمده هذا خطأ. لماذا؟ لا بد، قالوا، من التفصيل. فعلم الكلام فيه منفعة، وهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع به حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال. وأما مضرته فقد يكون لبعض دون بعض. قد يكون علم الكلام فتنة لبعض يثير لهم الشبهات ويحرك العقائد الباطلة، وهذا سائر في العلوم الأخرى لا يختص به علم الكلام. أهل الكلام يقولون: لا نعني به، أي بعلم الكلام، إلا معرفة الدليل على حدوث العالم وعلى وحدانية الخالق وعلى صفاته كما في الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل؟ وكيف يكون ذكر الحجة وذكر المطالبة بها، وكيف يكون البحث عنها محظورا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطلب منهم البرهان والحجة. والله تعالى يقول: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله تعالى يقول كذلك: قل فلله الحجة البالغة. والله تعالى يقول كذلك في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فذكر الله سبحانه وتعالى احتجاج سيدنا إبراهيم، وذكر الله عز وجل إفحامه لخصمه، وذلك في معرض الثناء عليه.
والله عز وجل يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والله تعالى قال: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. والله عز وجل يقول في قصة سيدنا موسى عليه السلام وفي مباحثته مع فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إلى أن قال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى في محاورته وفي جداله مع فرعون، قال: أولو جئتك، قال: أولو جئتك بشيء مبين. إذن حوار وجدال في باب العقيدة. وبالجملة فالقرآن العظيم من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار، مملوء بالحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وفي إثبات الباري سبحانه وتعالى وفي إثبات المعاد وفي إرسال الرسل. فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صريحا وصحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن العظيم بأفصح عبارة وبأوضح بيان وأتم معنى. عمدة علماء الكلام وعمدة المتكلمين في التوحيد قول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي النبوة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. وعمدتهم وحجتهم في البعث: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص والأدلة. ولم يزل الرسل عليهم الصلاة والسلام يحاجون ويجادلون المنكرون، أو يجادلون المنكرين عفوا، يجادلونهم ويحاجونهم. والله تعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا يختلف علم الكلام عن الفلسفة، لا بد أن نوضح هذا، يختلف علم الكلام عن الفلسفة. ونحن نعلم أن كل علم من العلوم لا بد له من مبادئ وقواعد وأصول يقيم عليه قوانينه، وهذه القوانين أو هذه المبادئ قد تكون مسلمات وقد تكون بداهيات وقد تكون مبرهنات. فالفيلسوف يدعي أنه لا يستمد المقدمات إلا من العقل المحض والحس، وإن كانوا غير صادقين في ذلك فقد ابتعدت المذاهب الفلسفية في أنواعها ما بين الفلسفات المادية المحضة إلى المثالية المطلقة، واختلفت الفلسفات المادية ما بين الكلاسيكية إلى الجادلية أو الجدلية المادية والتاريخية، وهي الفلسفة الماركسية. والفلاسفة يشتركون في معنى واحد، وهو أنهم يدعون أن شيئا من مقدماتهم غير مأخوذ من الدين، وأنهم لا يقيمون فلسفتهم على المفاهيم الدينية، ومناقشتهم وجدالهم يخرجنا عن المقصود. أما المتكلمون فيفترقون عن الفلاسفة في عبارة واحدة يتجلى بها حقيقة الحال، وهي ما ذكره العلامة السمرقندي رحمه الله حين قال: ويمتاز علم الكلام عن الإله المشار كله في هذه الأبحاث بكونه على طريقة هذه الشريعة. ثم قال: إنه علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى
وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. إذن هذا هو الفرق الأساسي، هو الفرق الجوهري بين علم الكلام وبين الفلسفة وبين سائر الاتجاهات المنحرفة. ومن ثم فإن موضوع هذا العلم النظر في الخلق لمعرفة الخالق، النظر في الخلق لمعرفة الخالق. وقيل علم يتكلم فيه عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلسفة، ولأن الفلاسفة تكلموا في حق الله عز وجل وفي حق الملائكة وفي غير ذلك، تكلموا معتمدين على مجرد النظر والعقل. فلننتبه لذلك، فجعلوا العقل أصلا للدين، فلا يتقيدون بالتوفيق بين النظر العقلي وبين ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علماء العقيدة، علماء الكلام، فيتكلمون من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن الله وعلى صحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعقل عندهم شاهد للدين وليس أصلا للدين. فعلم الكلام كما سيأتي بعون الله عز وجل علم الحجاج عن الأصول الدينية والعقائد الإيمانية بالأدلة القطعية عقلية كانت أو نقلية. أعيد الكلام، علم الكلام، نعم تريد أن تكتب، اكتب، سنبين هذا إن شاء الله. علم الكلام، علم الحجاج عن الأصول الدينية والعقائد الإيمانية بالأدلة القطعية عقلية كانت أم نقلية. وعليه فنحن في حاجة إليه دائما وأبدا واستمرارا. فالفلسفة المادية الديالكتيكية الماركسية والتاريخية عندما أقامت نظريتها على القول بعدم وجود شيء إلا المادة، وجعلت الاعتقاد بموجود وراء المادة، يعني اعتبرت ذلك من الخرافات والأوهام. ما وراء المادة هو من الأوهام ومن الخرافات، فأسقطت الدين. هذه مشكلة لا يمكن للفقيه ولا للمحدث أن يناقش هؤلاء. إذن هي أقامت النظرية على ماذا؟ على القول بعدم وجود شيء إلا المادة، فجعلت إذن الاعتقاد ما يعتقده الناس من الدين وغيره، جعلته بموجود وراء المادة من الخرافات والأوهام. فإذا لا يمكن للفقيه ولا للمحدث من حيث هو محدث ولا الفقيه من حيث هو فقيه ولا لغيرهما أن يجيب، وأقصد المحدث أو الفقيه، أو أن يجيب وأن يزيل الإشكال. وإنما المتمكن والمتبحر في علم الكلام هو الذي يمكنه أن يفعل ذلك، لأنه يدرك القواعد ويدرك الأصول الكلية لهذا الوجود. ولهذا قلت لكم لا ينكر علم الكلام إلا جاهل بحقيقته. أقول نعم، جاهل بحقيقته أو مبتدع يخاف أن تظهر أصول بدعته إذا عرضناها على قواعد الكلام، يخاف
أن تظهر عقيدته التي بنيت على التجسيم وعلى التشبيه عندما تعرض على قواعد علم الكلام. والفلسفة البراغماتية النفعية والتي زعمت أن الدين والإله عبارة عن فكرة في الدماغ فقط أو في النفس الإنسانية، من يستطيع يعني من الفقهاء أو من المحدثين أن يرد على هؤلاء؟ النصوص الشرعية لا يؤمنون بها، قد تستدلون بالقرآن يقول لك أنا لا أؤمن بالقرآن، تستدلون بالحديث أنا لا أؤمن بالحديث، تستدلون بكلام الله لا أؤمن بكلام الله، تستدلون بكلام رسول الله نحن لا نؤمن به أصلا. فإذا لا مفر من مجادلتهم ومن محاورتهم بالأصول العقلية. We'll be right back.